سؤالي للدكتوره ليلى بكر، وهي المدير الاقليمي للدول العربيه بصندوق الامم المتحده للسكان. ولصندوق الامم المتحده للسكان كما اشرت تاريخ طويل في دعم الدول في تحقيق نجاحات واهداف لبرامج تنظيم الاسره، وفي دول الاستراتيجيه الوطنيه للسكان التي كانت جزء من تأسيسها والعمل عليها كافة المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، كنا شركاء في الاستراتيجية التي تطلق اليوم. كيف يمكن للصندوق أن يعزز جهود الدولة للوصول إلى توازن حقيقي في ضوء خبرات الصندوق المتراكمة عبر السنوات بين النمو السكاني والتنمية المستدامة المنشودة؟ وكيف يمكن الاستفادة من الدول المشابهة للطبيعة المصرية؟ فلتتفضل دكتورة ليلى. السلام عليكم. Good morning everyone. Your Excellency. صباح الخير عليكم جميعا سيادة الرئيس، الضيوف الأعزاء. اسمحوا لي أن أسير على خطى المتحدثين السابقين وأذكر الآتي: عندما يتم عد التعداد السكاني فإن من السهل جدا أن نغفل حقوق الناس ونبدأ في النظر فقط إلى أرقامهم. إن معدلات المواليد ليست المشكلة وليست الحل أيضا، إن خيار الإنجاب والبدء في تكوين أسرة هو قرار إنساني وله الكثير من الأبعاد والتداعيات. إن مؤتمر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عقد في القاهرة، وكان من المفترض أن يغير الحوار بخصوص السكان، ولكنه تحول إلى مؤتمر يتحدث عن الخيار السكاني كوسيلة لتحقيق الرخاء والرفاه. وبعد هذا المؤتمر بدأنا نركز على الأرقام التي أخذتنا إلى مسار يعكس ما نريده، وهو عكس التنمية. وإذا أردنا أن نحقق الأهداف التنموية المستدامة في مصر وفي الكثير من الدول في هذه المنطقة، علينا أن ننظر من منظور حقوقي. وإذا سألتني سيادة الوزير عما يقوم به الصندوق في هذه المنطقة من العالم، لقد قمنا بالكثير من الجهود ودعمنا الحكومة المصرية من أجل صياغة استراتيجية السكان الجديدة، ونركز أيضا على أشياء من الممكن أن أتحدث عنها حتى الغد، ولكني سأركز على 4 عناصر أساسية. أولا، الدعم المادي، ما إذا كان دعما ماديا مباشرا أو دعما لسلاسل الإمداد. لا يمكن أن يكون هناك نظام لتنظيم الأسرة دون أن يكون هناك توفير للإحتياجات الأساسية. وأيضا التحليل السكاني والديموغرافي يعتمد على البيانات، توافر هذه البيانات ودقة هذه البيانات للنظر في اتجاهات السكان. ولذلك نحن سنستمر في الاستثمار مع الحكومة المصرية من أجل توفير البيانات وتحسين جودة البيانات لاستخدامها في كافة مسارات التنمية وعمليات التنمية. واسمحوا لي أيضا أن أخذ دقيقة من وقتكم لكي أقول أنه من الأهمية بما كان العمل على المستوى المجتمعي، ونربط الرغبات والاحتياجات للمجتمعات المختلفة في مصر أن يكون لديها أسر تتمتع بالرفاهة. وعادة ما ننظر في أي استراتيجية للسكان وننظر في هذا العنصر، ونود أن نعمل مع الحكومة المصرية على هذا العنصر.
وهو التوازن ما بين الحصول على خدمات الصحة الإنجابية المرتبطة بالاستراتيجية 2023-2030. وهناك أمثلة على ذلك. نحن نقوم بتدريب الأطباء والممرضات على الرعاية الصحية الإنجابية والرعاية الشاملة. وهناك الكثير من الدول الأفريقية التي طبقت هذه المنظومة وأحدثت توازن ما بين احتياجات المجتمع والدولة، جيبوتي والصومال واليمن. هناك من حقق الكثير من الإنجازات في هذا الاتجاه، وأيضا القابلات، وقمنا بتدريبهم. وهذا البرنامج برنامج ناجح للغاية، وساهم في خفض معدلات وفيات السيدات أثناء الولادة. ونهاية موضوع تمويل الرعاية الصحية، فإنني أثني على ما ذكر، وأن الرعاية الصحية سوف يتم توفير المخصصات المالية ليس فقط لتنظيم الأسرة، ولكن للحصول على خدمات صحية جيدة ومتكافئة للجميع. وإذا نظرنا إلى السكان فقط من منظور الخصوبة، فإن ذلك يقلص الرؤية الصحيحة لهذه القضية، وأنها موضوع متعلق بالاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والجسدية لكل المجتمع والشعب. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أخشى أن احنا تعدينا الوقت المخصص للجلسة، فإن شاء الله يعني حضرتك هتكلمنا. ودكتور أحمد الحقيقة من دولة عمان الشقيقة، وهو مقيم في مصر على رأس منظمة الصحة العالمية في الإقليم المتوسط، وهو يستعد لمغادرة مصر في خلال الأسابيع القليلة القادمة. كل التحية والتقدير لك وعلى دورك في إدارة المنظمة في فترة كانت صعبة جدا، ولكن بالتعاون مع دولة المقر كان لك كل الشكر والتقدير. السؤال، من خلال خبرتك الواسعة، ما هي الاهتمامات الرئيسية التي يجب أن تمنح للبلدان للنهوض بأعمال الصحة والتنمية الاجتماعية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة شرق المتوسط وأيضا في خارج منطقة شرق المتوسط؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا معالي الوزير على إتاحة الفرصة لي في من أجل التحدث عن هذا الموضوع الهام. وفي البداية أحب أن أهني وأشكر كذلك الحكومة المصرية على دورها الريادي والقيادي في مثل هذا الموضوع منذ سنوات. وطبعا جميعا نتذكر المؤتمر الذي عقد في العام 1994، المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، وخرج بعدد من التوصيات. ومنذ ذلك الوقت والحكومة المصرية ولله الحمد يعني تقوم بالكثير من المبادرات، ليست فقط محصورة يعني في مصر وجمهورية مصر، وإنما في الإقليم وعدد من دول العالم، والأمثلة كثيرة. طبعا في البداية أحب أن أبدأ يعني إجابتي على هذا السؤال كما تفضلت معاليك يعني مشاركتكم بتعريف منظمة الصحة العالمية للصحة. هذا التعريف يشير إلى أن الصحة هي اكتمال العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليس مجرد انعدام المرض أو العجز. من هذا التعريف أود أن أشير إلى ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى طبعا أن الصحة والعافية للفرد والمجتمع هي ركن أساسي من أركان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، هي ركن أساسي من أركان السلم والأمن، سواء الوطني أو الإقليمي أو العالمي. كذلك الصحة هي يعني ناتج عمل جماعي لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بمختلف تخصصاتها والتكامل فيما بينهم، العمل الفردي والجماعي للمجتمع والتكامل مع جهود الحكومة والقطاعات الأخرى. النقطة الثالثة هو أنه هناك محددات اجتماعية ليست مرتبطة ارتباط مباشر بالصحة، ولكن لها دور أساسي في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع. وإن لم نراعي تلك المحددات الاجتماعية سوف نواجه الكثير من الصعوبات.
منظمة الصحة العالمية في العام 2019 عندما أصدرت إطار العمل العام 13 وضعت من ضمن النقاط الأساسية في محتوى الإطار العام 13 المحددات الاجتماعية للصحة، وأوصت الدول بالنظر إلى هذه المحددات. قمنا في إقليم شرق المتوسط ولله الحمد في العام 2019 في نفس العام بتشكيل لجنة من مجموعة من الخبراء من الإقليم ومن مصر ومن بقية دول العالم. خلصت هذه اللجنة في العام 2021 بتقرير أوضح جوانب القوة لدول الإقليم ومختلف الأنظمة الصحية ومناطق أنا لا أطلق عليها مناطق ضعف، بينما أطلق عليها مناطق تطويرية من أجل الوقوف على هذه المحددات. وبالتالي القول أنه الصحة للفرد والمجتمع في هذه الدول تحتاج إلى تقوية في هذه الجوانب. للأسف يعني بما أنه هذه المحددات ليست مرتبطة بالسلطات الصحية والنظام الصحي، بينما مرتبطة بنظم وسلطات أخرى لديها أولويات ولا نلومها على ذلك، واجهنا صعوبة في يعني الوقوف على تلك المكامن والنقاط من أجل تقوية تلك المحددات وبالتالي تقوية الصحة والنظم الصحية. على سبيل المثال يعني أذكر هناك يوجد وفاة لكل وفاة لأم يعني حامل أو ولدت كل دقيقتين في مكان ما في العالم الآن يعني. وللأسف الأقليم يعتبر من الأقاليم التي تعاني من أزمة حقيقية في هذا المجال. لدينا يعني تقريبا 3 أمهات يتوفين لكل 100,000 مولود حي في بعض الدول التي لديها أنظمة صحية ولله الحمد قوية، بينما لدينا في الأقليم نفسه كذلك 600 وفاة لكل 100,000 مولود حي، وهذا طبعا شيء غير مقبول أبدا وشيء محزن ومخيف. لذلك يعني كمنظمة احنا نوصي جميع القطاعات في كل الدول بالعمل يدا بيد يعني بنهج الحكومة الواحدة والمجتمع بأسره من أجل النهوض والرقي بصحة الفرد والمجتمع، وبالتالي الرقي بمختلف أطر التنمية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية وكما ذكرت بالجوانب الأمنية والسلم كذلك على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي. شكرا جزيلا معاليك على إتاحة هذه الفرصة.